وينضم إلينا هاتفيا السفير محمد الغرابي وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بعد التحية، مصر تحذر في بيان من مخاطر وخيمة من التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتدعو جميع الأطراف إلى يعني ضبط أقصى درجات ضبط النفس. كيف تقيم هذا البيان، وأيضا الأوضاع على الأرض كيف تقوم بقراءتها؟ طبعا البيان انا اعتقد ان هو جاء في توقيت حاسم، وايضا بينذر بتصعيد خطير. حجم العمليات الموجوده على الارض الان بتنبئ بانه هيكون في يعني تبادل لعمليات واسعة في الفتره القادمه، من شانها ان هي تؤدي الى زياده التوتر وقطاع اي فرص يعني نتحدث عنها لهدوء في هذا الاقليم. اعتقد انه الحكومه الاسرائيليه عليها الان انها تعيد النظر في سياستها والاستفزاز المستمر من جانبها للمشاعر الفلسطينيين والشعوب الاسلاميه بوجه عام. واعتقد انه مصر هتكون بدورها الان في محاوله جديه لتهدئه الاوضاع، وده حصل من قبل، واعتقد انه دائما مصر بتقوم بهذا الدور حرصا منها على سلامة الشعب الفلسطيني ووجود القضية الفلسطينية محل اهتمام لدول العالم والأقليم بوجه عام. مصر دعت الأطراف الفاعلة دوليا سعادة السفير إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. إلى أي مدى يمكن أن تثمر هذه الجهود في الساعات المقبلة، ونحن كما تحدثت وكما أشرت إزاء عملية تصعيدية يعني تتوالى ساعة بعد ساعة؟ طبعا معالي وزير الخارجيه الوزير سامع شكري عمل اتصالات اليوم بوزراء الخارجيه ببعض الدول اللي هي تستطيع ان تكون لها تاثير على الطرفين، واعتقد ان ده جهد الدول الحاليه، لانه في النهايه نحن امام يعني خطر كبير قد يؤدي الى تفجر الاوضاع، وبالتالي مصر بتحركات سياسيه ودبلوماسيه واسعه النطاق من اجل احتواء الموقف. واتمنى ان شاء الله ان احنا يكون عندنا يعني بعض الجهود المثمره في هذا الشان، لانه هناك بعض اصوات اخرى ايضا في دول اخرى بتستفيد اليوم من الجانب الفلسطيني، وده من شانه ان هو يعرقل اي جهود لتهدئه الاوضاع. يجب ان يكون هناك مقاربه متوازنه تستطيع ان هي تضع الامور مره اخرى في اطار الهدوء والاستقرار، ولكن الوقوف معترض ضد الطرف اعتقد انه لن يفدي وهيؤدي الى تضخم الاوضاع. المسؤوليات التي يجب ان يطلع بها المجتمع الدولي والاطراف الفاعله من وجهه نظرك يا سعاده السفير، خاصه انه يعني على قاعده الالتزام بقواعد القانون الانساني، ونحن نتحدث عن مسؤوليات دوله قائمه بالاحتلال، ما هي الأدوار التي يجب أن تطلع بها الأطراف الفاعلة دوليا؟ مؤكد أنه الأطراف الدولية عليها مسؤولية كبيرة، والمجتمع الدولي عليها مسؤولية، الأمم المتحدة عليها مسؤولية أيضا، كل الأطراف عليها مسؤولية كبيرة. يجب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. صحيح. من الطرفين الحقيقة، وفي النهاية دي قوة احتلال كانت موجودة في الإقليم، وبالتالي عليها التزامات معينه يجب ان هي تراعيها بشكل يعني يتسق فعلا مع القانون. فنتمنى انه المجتمع الدولي ينهض بمسؤولياته في هذا الشأن، ونصل الى تهدئه سريعه لهذا الوضع المتفاقم. سعادة السفير محمد الغرابي وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.